أكبر تحدي وجدته في حياتي هو ذلك الصراع مع الآخر على إثبات أبجديات الإنسانية، على أن تكون أنت كما أنت وأن لا تفرض عليك معادلة تجبرك على أن لا تكون أنت. هذا هو التحدي الأكبر. ربما يعني هذا التحدي أنا لم أشعر به لأنني ولدت هكذا، يعني أصبح فقدان البصر شيئا طبيعيا لأنني ولدت فاقد للبصر. ربما يعني تشاهد شيئا أجمل وربما تبدو الحياة في ذهنك أجمل، مع أنني دائما يعني أصر ويصر معي أصدقائي أيضا أنني أرسم الصورة التي أرسمها للأشياء ربما أجمل مما تبدو بالبصر. ودائما بالدعابة أثناء المزاح بقول للأصدقاء إنه أنا بشوف أكثر منك، فبقول أنت يعني لأنه ما في عقدة من الموضوع، أنت أعمى بتشوف أكثر منه، فبقول لهم آه طبعا لأنه أنتم تستوقفكم القشرة، قشرة الأشياء، لون الأشياء هو الذي يستوقفكم. وعادة يعني تطلي الأشياء نفسها بطلاء خارجي قد يكون خادع. أنا لا أخاف عندما أقطع الشارع، وإنما أحاول التدقيق تلافياً للأخطار، ويعني لا أحب السواكن في الشارع، وإنما لأن السواكن قد لا تدلني بصوتها عليها، لكن المتحركات تدلني بصوتها عليها، فأستطيع تلافيها، يعني أستطيع أن أتلافى السيارات المتحركة أكثر مما أستطيع تلافي السيارات الثابتة، لأن الثابت لا يصدر صوتا بينما المتحرك يصدر صوت، وأنا أستطيع بالتقاط الصوت أن أتلافى هذا المتحرك. إذا كان من يبصر الشارع كثيرا ما يخطئ، لماذا لا أخطئ أنا؟ من أنا لكي لا أخطئ؟ هذه الحياة ستحيانا وتنتظر، ليست علينا بأكل العمر تقتصر، وسوف يأتي لها من بعدنا أمم كما مضى ينقضي من عمرها العمر، والساقطون بها من أسقطوا دمهم، الذكريات بهم مرت وما ذكروا، ماذا إذا وافقوا؟ ماذا إذا رفضوا؟ ماذا إذا آمنوا؟ ماذا إذا كفروا؟ ماذا وماذا وهم ماذا؟ فلا خلقت حياة من عاش كل العمر يحتضر، يحيا بها ميتا من غير ما هدف، ذات مع الذات حول الذات تشتجر. فلا بد من التواصل ولا بد من الوحدة أحيانا، كلاهما يعني الحاجة إلى كليهما هو الذي يشكل معادلتي. شمس نور ساطع يملأ الكون ويتبادل مع الليل مواقع الوجود على سطح هذا الكوكب. سأبكي دون دمع يا بلادي، فنيراني تؤججها الدموع، وأحزن دون قلب في ضلوعي، فقلبي قد خلت منه الضلوع، يغادر جثتي حينا ويؤوي إليها حين يلتهب الصقيع، يفتش عن ضياع
من ضياعي، وحين يراه مبتعدا يضيع. فأشتاق الفؤاد الطفل أبكي، ويا قلب الحزين متى الرجوع؟ عليك أن تتحدى هذا المعيق، لأنه إما أنت أو هو، إما أن تعيقه على أن يستبد عن أن يستبد بك، أو أن يعيقك على أن تكون موجودا، فماذا تختار؟ دورك عمرك، فإذا صودر دورك صودر عمرك.